بتحب البطاطا المقلية؟ مع كل وجبة بدك تاكل بطاطا مقلية؟ مستعد تدفع دينار زيادة لتكبر الوجبة وتاكل بطاطا مقلية؟ ماشي بالمول مع ابنك جاع ممكن تمشيه بشوية بطاطا مقلية؟ وقف عندك واسمع شوي. علبة بطاطا صغيرة فيها 200 سعرة حرارية و9 جرام دهون. البطاطا الكبيرة فيها 450 سعرة و20 جرام دهون. إذا بدك تحرق 450 سعرة بدك تركض أقل إشي ساعة. بحسب دراسة نشرت عام 2017 من الأمريكان جورنال أوف نيوتريشن، أشارت أنه تناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع بضاعف خطر الوفاة. ودراسة تانية أشارت أنه كل 150 جرام بطاطا، يعني حجم كبير، بيزيد خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب. غير هيك البطاطا المقلية عالية جداً بمادة اسمها الأكريلاميد، وهاي المادة بتأثر على الأعصاب، ممكن تزيد خطر الإصابة بالسرطان، كمان ممكن تأثر على الخصوبة. بدك تاكل بطاطا؟ كل، بس مش مع ساندوش الفلافل الصبح ووجبة البرجر الظهر وساندوش الشاورما بالليل. اهتم بحالك واهتم بصحتك. ما تستنى وابدأ التغيير من خلال موقعنا الإلكتروني. الاهتمام مش بس عنا بالعيادة، كمان صار أونلاين. وما تنسى تعمل سبسكرايب بالقناة.